تتعير. أنا بوجه بالتجارة فيديا، في عنا أزمة حرق في منطقة رافيديا. الحالة الأمنية متابعة وإحنا وهذا معناه في قضايا. صحيح، ألقينا القبض على 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 مشتبه فيهم بسرقات، ألقينا القبض على تجار مخدرات، ألقينا القبض على ناس معهم سيارات غير قانونية. الوضع الأمني لكن هو مرهق، إحنا بنحكي عن ظرف استثنائي، لكن يعني هذا الدور بدنا نشتغله على أكمل وجه لمصلحة أبناء شعبنا. انه حمايه هي اذا فلسفه القانون وفلسفه الامن انه انت تكون متواجد لحمايه ابناء شعبك. اذا انت ما كنتش متواجد بهذه الظروف انت بدك تكون متواجد. انسى قصه التعب، هذا التعب بهون، بس ان شاء الله سننتصر. في البعض بيقول انه ربما نسبه السرقات زادت وصار في استسهال من هذه الفئه من اللصوص مثلا لتنفيذ سرقه. لغاية اللحظة احنا حجم السرقات حتى اقل من الاعتيادي اللي بتصل الشكاوي اللي بتصل الشرطة. يعني بعدين احنا دوريات الشرطة شغالة، صحيح في حواجز عشان تقيد حركة المواطنين، لكن الدوريات الاخرى شغالة على مدار ال 24 ساعة في 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 الاحياء في الشوارع. هذه المحلات اللي تركها اصحابها بدها حماية، المنازل الناس اللي امنونا على انفسهم ودخلوا لمنازلهم برضو بدهم حماية لممتلكاتهم وأرواحهم. هذا الدور شغال. أنا بكرر، هو الموضوع صحيح مرهق لكن يجب أن نقوم فيه وعلى أكمل وجه. اسم إدارة السلامة على الطرق. السلامة. انت كلت جديد عليها. علي ما عملنا بطاقات لسه، لكن احنا بنداوم. انت موظف في وزارة النقل المواصلات. ما بكون ماخذ معك بطاقة انك موظف في وزارة النقل المواصلات. معي اكيد، بس انا مش بطاقتي. طيب معلش، انت عارف انه ممنوع، انت عارف انه ممنوع، وانت عارف انه ممنوع. هاي الورقة من المحافظ هذا فرجناها للي عند واقفين، هيها اللي اخذناها الصبح الاذن. محافظ قلقيل. وهي اسمانا الثلاث عليها، انا وياه وهي صاحب الفسق. وياكم معكم؟ تمام. لاحظنا انه في سلطه تقدير للرجل الامن الموجود على الحاجز. متى يسمح للمواطن بالمرور ومتى يمنع مروره؟ شوف، هو الموضوع كالتالي، السلطه التقديريه منحت، عشان هيك لم يمنح تصريح. منحت سلطه تقديريه لضباط الحواجز لما يسمى بالحاله الطارئه. اذا انت عندك حاله طارئه حتى في النهايه الموضوع مش منع تجمع. موضوع تقييد حركي، منع تجمعات، عدم اختلاط، وعشان هيك منحت الصلاحيات بهذه الطريقة. من هون ضباط الحواجز من الشرطة من الأجهزة الأمنية هو له سلطة تقديرية، بقوم هو بتقدير وضعك الإنساني. يعني احنا نشرنا لكم يمكن قبل يومين عن أحد الأشخاص تذرع بذريعة إنسانية إنه عنده حاجة إنسانية ويجب أن يقوم بعبور الحاجز غرب نابلس. حاجة طبية يعني أو إيش؟ حاجة إنسانية لوالدته. مريضة إيش من هذا النوع، وتفاجأنا عند عودته اشتبهت في الأجهزة الأمنية الموجودة هناك والضابط الشرطة اللي موجود هناك، قام باستدعاء مكافحة المخدرات تم تفتيشه، وجدوا معه حبوب إكستازي. حالة مثل هذه الحالة أخذت الشقتين، ضابط الشرطة تصرف بإنسانية على الحاجز ونفس الوقت تصرف بأمن عندما ألقى القبض وأخذ الحالتين بحال واحدة. وقيس على هذا المثال كل تصرفات الشرطة اللي داخلي. لكن التعليمات ما في مجال، ربما أنه لما نقول سلطة تقديرية ربما
عادة التصاريح بتكون أكثر ضبط في الموضوع، لكن السلطة التقديرية ربما تسمح ببعض الحالات غير المستحقة بالعبور مثلا أو غير الطارئة. يعني بشكل قليل جدا، يعني بحيث انه بدنا نعتبرها الناس اللي قدرت تخدعك في التبرير، اللي هي اللي ممكن يعني تروح على بهذا الاتجاه. لكن بشكل عام احنا يعني من 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 نقول انه هناك في حاله التزام ونسبه عاليه من حاله الالتزام المواطنين في منازلهم. وانا اتحدث عن قبل الساعه الخامسه اللي هي قبل دخول اغلاق المحلات التجاريه، وما نراه في الشارع هي حالات مبررة في معظمها، إنه يا إما بتكون حالة طارئة، حالة ضرورية، طواقم صحية بكافة مجالات الطواقم الصحية، أطباء، ممرضين، إداريين، بالإضافة إنه كل حاجز، كل ضابط من ضباطنا، كل فرد من أفرادنا يقدم توعية وإرشاد للمواطن اللي بوقف عنده، انه احنا الموضوع عشان مصلحتك، عشان سلامتك، احنا بنتمنى تنهي حاجتك بشكل سريع اقرب مكان لك وترجع على بيتك، نتمنى لك السلامة دائما. هذه فلسفة الموضوع. اولا احترام المواطن، هذا لا جدال فيه، حفظ كرامته لا جدال فيه، هذه مسلمات شرطية. بعد ذلك انت بدك تطبق القانون. شو الصح واعطتك الطريق اللي تمشي عليها، بتصفي الشغلة ذاتية، يعني وذاتية بمعنى تنبع عن وعي. انت راضي عن الإجراءات الأمنية اللي بتؤدي لتدقيب الأدوار أمام محلات السوبر ماركت؟ 100% هذا بصب في خانة الوعي. وين كاين؟ والله كنت اجيب خبز من بيتك ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه يا رب. الله يسعدك. الله يسعدك. يعطيك العافيه. انسبحتوا يا اخوان، بدناش اي تجمع. شايفين ملاحظة عندكم، نحن موجودين لمساعدتكم ومساندتكم. الجميع يتكرم ويدخل لبيته، وكل واحد عنها شغله، قضى غرضه، شرى غرضه اللي بده اياه، فيش داعي يظل متواجد في الشارع. يعطيكم العافية، غادروا.